السلام عليكم ورحمة الله. طلبتنا الأعزاء، اليوم راح نأخذ محاضرة حول موضوع الشد السطحي بالنسبة للسوائل. فبداية خلينا نحاول أنه نعرف شنو معنى الشد السطحي وشلون ينشئ ووين تطبيقاته راح تكون بحياتنا اليومية. طبعا بشكل عام خلينا نشوف الشد السطحي شنو آثاره، يعني شنو اللي راح يصير او شنو اللي راح يسوي لنا اياه، وبعدين نعرف انه شنو سببه، يعني ليش صار عندنا شد سطحي بالسوائل. فبداية الشد السطحي يقول يحافظ على السائل على شكله. بشكل عام السائل مثل ما تعرفون عبارة عن مجموعة من الجزيئات المترابطة مع بعضها. زين، هذه الجزيئات تترابط عن طريق قوى، ما يعني قوى كيميائية بيناتهن، فراح يكون عندنا فالترابط بين هذه الجزيئات. فالسائل يحافظ على شكله فعل هذا الترابط أو التماسك اللي يسموه كوهيشن. وهاي الجزيئات عندما تكون، لكن هاي الجزيئات من تكون في تماس مع سطح آخر، سواء كان صلب أو كان غاز أو سائل آخر، لكن سائل اقصد بشرط انه ما يكون ذائب في هذا السائل، يعني يكون سائلين متمايزين عن بعضهما. فايش راح يصير؟ راح يصير هنا راح تتاثر الجزيئات اللي في تماس مع السائل الاخر. يعني مثلا على سبيل المثال، انت عندك خلينا نقول عندك اناء، وهذا الاناء بي سائل، هنا عندنا سائل اللي خلينا نفترض ماء. فهذا الماء الان لو تلاحظون الجزيئات اللي في هذه النقطة، مثلا في هذه النقطة، في هذه النقطة، تكون قوة التماسك محيطة بها من كل جانب. هسه نشوفها بصورة أوضح من هذا. لكن عندما نصل إلى السطح، الجزيئات الموجودة على السطح هنا راح تكون متأثرة بقوة التماسك من الأسفل، تماسك مع الجزيئات اللي من نفس جنسها، لكن محكومة أيضا بقوة تلاصق مع الجزيئات المواد الأخرى، سواء كان الغاز إذا كان هنا هواء مثلا، أو كان هذا الإناء. الإناء أيضا هو جسم يعني جسم آخر يختلف عن السائل، فجسم صلب أيضا في تماس. فهنا راح تنشأ عندنا مفهومين إذا افتهمناها حتى نعبر إلى مفهوم أنه الشد السطحي شنو. أول شيء، المفهوم الأول يمكن ما أخذيه سابقا، هو قوة التماسك. قوة التماسك احفظها أنه هي قوة جذب بين جزيئات من نفس المادة، مثلا السائل جزيئاته مع بعضها، هاي يسموها قوة تماسك. أما إذا صار عندي الجزيئات تماست مع جسم آخر يختلف، مثلا جسم صلب أو جسم غازي أو جسم سائل ربما، بس لكن غير سائل، مثل ماء وزيت، ماء وعسل وغيرها، هنا راح يصير عندي قوة تلاصق. إذا يكون قوة جذب بين جزيئات من مادتين مختلفتين. زين، إذا فهمنا هذا الشيء، الشد السطحي شنو؟ يقول هو ظاهرة تحدث على سطح السائل، يعني وين، يعني ما موجودة في كل نقطة من نقاط السائل، ولكن فقط مختصة بسطح السائل اللي يكون في تماس مع مادة أخرى. هاي خليها واضحة أمامكم. هو ظاهرة تحدث على سطح السائل الملامس لجسم آخر، جسم آخر مثل صلب، سائل، غاز، ما يهم. وذلك لأن الجزيئات الموجودة على السطح، هذه الجزيئات اللي سأشرناها، تتأثر بقوة التماسك من الأسفل، لأنه أكو جزيئات من نفس جنسها تنجذب إلها من الأسفل، لكن بنفس الوقت أكو جزيئات أخرى من الأعلى، هي جزيئات هواء، تتأثر عليها بقوة اسمها قوة التلاصق. فهذه بسبب وجود هذه القوة راح يصير عندنا تشوه في سطح السائل. هذا التشوه اما يصير عبارة عن تحدب، يعني السائل اما يكون بهالشكل هذا يصير سطحه، واما لا يكون بهالشكل هذا. وهسه نعرف هذا شلون يصير وهذا شلون يصير. طبعا مسببا اشبه بالغشاء، ويحدث هذا بسبب فرق، يعني شنو الفرق؟ يعني اكو عدم توازن بالقوة. يعني احنا هسه الجزيئات هنا، هاي الجزيئة، خلي شوي اكبر الرسم، هذا شوي الرسم صغير. هسه هذا عندي اناء خلينا نقول، وهذا عندي سائل، زين، سائل سطحه مستوي. هنا الجزيئات اللي راح تكون هنا، ايش راح تكون القوة المؤثرة عليه؟ راح تكون القوة الجذب من كل الاتجاهات بالتساوي مؤثرة عليه، يعني ما عندي مشكلة بيها، ما بها اي، يعني محصلة القوة عليها صفر راح تكون مثل ما نقول. أما الجزيئات الموجودة بالسطح
محصلة القوة ما راح تكون صفر عليه. ليش؟ لأنه عندي قوة تماسك من الأسفل راح تكون، هذا فد قيمة معينة راح تكون، وطبعا هاي منها أيضا يمين يسار، هاي قوة تماسك. لكن من الأعلى عندي شنو؟ أيضا قوة تلاصق، ربما تكون أقل أو تكون أكثر من قوة تماسك، اعتمادا على شنو؟ من يقول لي؟ اعتمادا على السطح اللي الملامس. مثلا سطح صلب قوة تلاصق مع الماء، خلينا ناخذ كمثال، يفرق عن انه الماء يتلامس ويا جسم غازي مثلا، القوة راح تختلف. فهذا الفرق اللي راح يكون راح يحاول انه يشوه لي سطح السائل. زين، قوة الشد تؤثر على سطح السائل بموازاة اي خط على السطح. هذه القوة يكون بهالشكل، هذا مصدرها، العفو هل اتجاهها، يعني قوة تكون بهالشكل هذا مع بموازاة سطح السائل، وتحسب طبعا يرمز لها بالرمز اما سيجما، واما في بعض المصادر يرمزوا لها بالرمز جاما بهالشكل هذا، يعني ممكن يرمزوا لها بالرمز سيجما او جاما، ماكو مشكلة. وتحسب لكل، هسه واحد يسألني يقول لي شد السطح زين شنو وحداته؟ هو قوة صح، وحداته نيوتن، لكن شنو؟ مو نيوتن وخلاص، لا، نيوتن لكل متر، يقيسوه بوحدة النيوتن على المتر أو نيوتن على السنتيمتر، يعني أهم شيء وحدة قوة على وحدة طول. وهسه راح نفهمها بعد ما يعني نقلب على السلايد اللي وراه، راح نشوف صور توضح لنا هذا الشيء. يقول أما الجزيئات غير، هذا الحكي كله المن، هذا الحكي اللي حكيناها كله، الحكي هذا كله على الجزيئات اللي بالسطح. أما الجزيئات غير السطحية، يعني شنو مثلا هاي الجزيئة، هاي يقول لا، فلا تعاني من ذلك، هذا الشد السطحي ما موجود جوا. ليش؟ لأن قوة تماسك محصلتها تكون صفر، فما عندي هذا الشيء بالنسبة للجزيئات اللي تكون بعيدة عن السطح السائل الملامس لسطح آخر. طبعا زين، خلنا نجي هنا نشوف الشغلة أوضح تصير شوية. هنا لو تشوفون بهذا الرسم، هذه الجزيئة السائل مثلا، هاي بالأسفل، أذن الجزيئات، أذن الجزيئات لو تلاحظون القوة الجذب المسلطة عليها من كل الجوانب من كل الاتجاهات راح تكون قوة متساوية، ومن كل الاتجاهات فمحصلتها تكون صفر. فهنا ما عندي أي مشكلة راح تصير. المشكلة ما راح تصير عندي، راح تصير عندي في سطح السائل، لأنه يعني عندي قوة من الأسفل ومن الجوانب، هاي قوة شيء يسمى قوة تماسك، اللي هي قوة تجاذب بين جزيئات من نفس المادة. أما من الأعلى فما راح يصير عندي هاي القوة، راح يصير عندي قوة تلاصق مثلا فرضا على سبيل الفرض مع الهواء. الهواء قوة التلاصق مالته مع الماء أقل هواية من قوة تماسك الماء مع نفسه. فش راح يصير؟ هاي القوة راح تجذب السائل للأسفل كأنما. ولهذا هسه احنا هذا شي يفسر انه انه القطرة من 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 يسقط المطر، قطرات المطر مثلا او اي قطرة، ليش تنزل بشكل كروي؟ المفروض هي جسم ودي يسقط، المفروض ينزل كما هو، ليش تتكور تكون بشكل كروي؟ ها، مو هنا القطرات الماء، افرض هسه هاي قطرة ماء اذا تسقط، قطرة الماء ايش راح يصير؟ دائر مدائرها كلها شنو؟ اكو هواء. زين، من اكو هسه هاي مثلا هواء، فهذا هذا كله السطح، سطح يعني سطح القطره راح يكون في تلامس مع الهواء، فراح سطح القطره من كل الاتجاهات راح شنو يصير؟ بهالشكل هذا راح تنجذب قوه جذب نحو الداخل، نحو الداخل، فتشوف القطره راح تنكمش على نفسها وتتكور، لانه ما عندي الهواء ما يقدر، يعني قوه التلاصق مع الهواء تكون ضعيفه جدا، قوة التماسك أكبر، فراح القطرة تنسحب نحو الداخل كأنما، فتصير بهالشكل هذا بشكل كروي أو بهالشكل هذا. زين، فهذا يفسر لنا أنه ليش القطرات تكون بشكل كروي، يعني هي جسم عادي ممكن أنه أي جسم ترمي يسقط كما هو، ليش تتكور؟ زين، لأنه قوة التماسك بين قطرات بين جزيئات السائل نفسه تكون أقوى من قوة شنو؟ التلاصق. زين، من آثار الشد السطحي اللي نشوفه احنا بحياتنا اليومية، فقاعات الهواء أيضا نفس الشيء، أيضا هي مبدأ عمل الشد السطحي، وقطرات الماء اللي استحكينا عليها أيضا من آثار الشد السطحي، طفو بعض الأجسام الثقيلة الصغيرة الحجم،
على سطح الماء. مثل أنت جيب قدح مثل هذا القدح الموجود أمامك بالماء، وخلي به هذا مثلا، هذا يسموه الكليبس مال الأوراق أو دمبوس أو إبرة، لكن بشرط أنه تخليه برفق، يعني ببطء جدا تخليه، ما تخليه بسرعة. هناش راح يصير، راح تشوفه هو كثافته النسبية بشكل عام، الحديد الكثافة النسبية مالته أعلى من كثافة الماء، مو صحيح؟ احنا شو أخذنا؟ قلنا الأجسام كثافتها النسبية أعلى من يعني أعلى من كثافة السائل، راح شنو؟ راح تنغمر بالسائل. هسه المفروض هذا ينغمر بالسائل، ليش؟ حديد، والحديد كثافته النسبية أعلى من كثافة الماء. زين السؤال، ليش هنا ظل طافي على الماء؟ شغلة محيرة، صحيح؟ ها، فهنا شو نقول؟ نقول هذا بفعل الشد السطحي. الشد السطحي شو يسوي لي؟ الجزيئات اللي بالسطح راح تكون لي كأنما مثل الغشاء، غشاء رقيق. فأنت إذا وضعت هذا الجزء برفق، ما راح يعني هذا كأنما الغشاء راح يقاوم وزن الوزن هذا الخفيف مالته، فما راح ينغمر بالماء. أما إذا خليت هذا الدمبوس أو الكليبس أو شلون شو تسموه أنتو، هذا راح إذا خليته يعني بسرعة أو بقوة، راح كأنما هذا الغشاء، أو أنت راح تحاول أنه تمزق هذا الغشاء، أو تحاول أنه تقضي عليه شنو؟ على قوة تماسك، ولهذا راح ينغمر بالأسفل. أكو سؤال شي؟ ماشي. زين، نجي على هاي الحشرة المسكينة اللي واقفة وين؟ على سطح الماء. هاي طبعا هي شنو؟ هي هسه المفروض شنو؟ يعني تغرق بالماء. لكن تشوفون بعض الحشرات مثل مثلا البق وغيره، تشوفوا بعض الأحيان طافي على سطح الماء. شنو السبب؟ لأنه الماء اللي تحته مترابط مع بعضه بقوة تماسك قوية مسببة مثل الغشاء. فهذا شوف هنا يقول لك طفوا بعض الأجسام الثقيلة، الثقيلة يقصد بها يعني كثافتها النسبية أعلى من كثافة الماء. زين، وليس ثقيلة بالوزن، لأن ثقيلة بالوزن راح تقضي لي على قوة التماسك، ما راح يعني قوة التماسك هم لها قابلية معينة، يعني ما تقدر أنت مثلا تجيب مثلا سفينة لو باخرة وش اسمه تقول والله هاي تطفو على سطح الماء، تطفو هي بفعل كثافتها النسبية قليلة، الخشب مثلا كثافته النسبية أقل. فإلها يعني أهم شيء قوة، أريدك تعرف أنها قوة تماسك لها قابلية معينة على شنو؟ على يعني شلون تحمل وزن الأجسام الأخرى. أيضا من آثارها خاصية الشعرية، الخاصية الشعرية هي أثر من آثار شنو؟ الشد السطحي. إذا أمكن طلاب بس المايك سدوه، حفاظ على الخصوصية، يعني هو أهم حتى يصير تشويش. زين، هسه نجي قبل ما نطب المعادلات مالتها والحسابات، خلينا نشوف شنو العوامل اللي راح تأثر لي على معامل الشد السطحي. هسه راح ناخذ فد شيء اسمه معامل الشد السطحي، اللي هو طبعا خاص لكل مادة، ولكل مادة عدة معاملات شد سطحي. هسه يقول لي شلون؟ عفوا، الماء ناخذه كمثال، الماء مرة يتلامس ويا الهواء، ومرة يتلامس ويا الزجاج، مثلا إذا في كأس زجاج أو غيرها، ومرة يتلامس يجوز ويا الخشب مثلا، اللي مثلا هاي السفن أو القوارب الخشبية وغيرها. زين، فهذا الماء لكل يعني لكل كل جسم آخر يتلامس بيه أكو هناك معامل شد سطحي خاص بيه، ولهذا تشوفون أكو جداول خاصة بمعاملات الشد السطحي. تعتمد ايضا، هسه راح نشوف، اذا اول شيء تعتمد على نوع الماده. يعني المعامل الشد السطحي للماء يختلف عن معامل الشد السطحي للعسل، يختلف عن معامل الشد السطحي للزيت وغيرها. زين، اذا كل ماده لها معاملات شد سطحي خاص بها. وبعد على شنو يعتمد؟ يعتمد على الماده التي في تماس مع سطح السائل، هسه حكيناها. يعني شنو؟ يعني مثلا انا قلت لك المي هو نفس المي، ويا الهواء معامل الشد السطحي اللي يختلف، ويا الأجسام الصلبة زجاج وغيرها يختلف، ويا سائل آخر يختلف. إذا يعتمد، ليس معامل الشد السطحي لا يعتمد فقط على نوع المادة نفسها أو نوع المائع، وإنما على نوع المادة اللي تكون في تماس مع سطح المائع. زين،
العامل الآخر اللي ممكن يأثر إنه هو درجة حرارة المائع. يعني هسه أعطيك مثال بسيط وإحنا عملي وكلنا نعرفه. هسه أنت إيدك تريد تغسلها بالماء، زين؟ إيدك تريد تغسل جافة جافة تماما، تريد تغسلها بالماء. خليها تحت الحنفية ماء بارد، طبعا هذا الشيء تعرفون شو ماء بارد، ماء بارد، وصب على إيدك ماء. إيش راح تشوف؟ راح تشوف الماء أكو أجزاء من إيدك ما راح تتبلل. ليش؟ لانه الجزيئات الماي راح تكون يعني شلون تكون قطرات، فما راح تنتشر على ايدك، لان قوة التماسك مال الماء البارد، يعني العفو الشد السطحي عالي مال الماء البارد. فشي يسوي؟ يقول قوة التماسك كانما تصير اقوى، فما تتلاصق ويا ايدك، يعني القطرة مال الماء راح تفضل انه تتماسك على بعضها وما تتلاصق ويا ايدك، لانه الشد السطحي مال المي عالي بالنسبه للماء البارد. نفس المي خليه على الحار، زين، وجيب ايدك الثانيه ايضا يابسه وخليها جوا المي. ايش راح يصير؟ راح تشوف لا، المي تقريبا غطاها لايدك، التصق بايدك. ليش؟ ما كون لي قطرات يعني مثل الماء البارد. وليش؟ لانه الشد السطحي مالته ضعيف، فيفضل انه يتلاصق مع جسمك على انه يتماسك مع بعضه. قوة التماسك تكون قليلة. فنستنتج من هذا الشيء، نستنتج انه درجة الحرارة، شو يقول؟ يقول حيث تنخفض قيمة معامل الشد السطحي بارتفاع درجة الحرارة. الماء الحار معامل الشد السطحي مالته منخفض، يعني قوة التماسك راح تكون شنو؟ اقل من قوة التلاصق، فراح يلتصق بايدك، لانه قوة التلاصق مع ايدك حتكون اعلى. ولهذا احنا شو نقول من نريد نغسل ايدنا؟ مثلا ايدنا خلينا نقول بيها دهن او زيت او دهن سياره، شو يقول لك؟ يقول لك روح افتح ماي دافي او ماي حار وغسلها، لانه الماي البارد ما راح يؤدي الغرض المطلوب. ايضا اكو نقطه رابعه هنا يمكن اني ما ذاكرها، هي الشوائب الموجوده. الشوائب الموجوده بالمائع نفسه. هسه تقول لي شلون؟ احنا ليش نغسل ايدنا بالصابون؟ ليش نغسل ايدنا بالصابون؟ لانه ليش ما نغسلها ماي واحده؟ خاصه مثلا ايدك انت مدهن، مثلا ماكل اكله دسمه، او مثلا مشتغل شغل مثلا دهن مال السياره او غير، تغسل ماي واحده ما يروح الدهن، ما يروح من ايدك. لكن اذا خليت مثلا صابون او تايت او شامبو بايدك، ايش راح يصير؟ هنا الشامبو لو التايت لو الصابون راح يدخل بين جزيء، هسه شوف هذا الرسم، راح يدخل بين جزيئات ال راح يدخل بين جزيئات الماء، يخرب لي شي، يخرب لي، يخرب لي قوة التماسك. بالضبط، راح يقلل لي الشد السطحي، يقلل لي قوة التماسك. فش راح يصير؟ السائل راح يكون الشد السطحي مالته قليل، فراح يلتصق بإيدي بشكل سهل، وراح ينفصل أيضا بعدين بشكل سهل، فراح شنو؟ إيدي راح من أغسلها بالماء والصابون راح تتنظف عندي. ولهذا انت تشوف دائما هسه احنا نستخدم ماء وصابون، ما نستخدم ماء واحده. ليش؟ لانه الصابون يحاول انه يقلل لي معامل الشد السطحي. طبعا هذا الرسم هم انا شفت لكم اياه، يبين لك انه شلون الجزيئات راح تتاثر الشد السطحي. الشد السطحي هذا يعني اخاف تشوف شنو، تقول يعني ما تتخيل شلون هو ياثر. هذا تاثيره بموازاه سطح السائل، هذا يسموه شد سطحي. طبعا سطح السائل اذا هسه نشوفه اذا ارتفع بهالشكل هذا بالخاصيه الشعريه، فالقوه قوه الشد راح تكون ايضا شنو؟ هذا راح يكون سطح السائل، زين، فراح تكون بموازاته. يعني انا اقول لك لا تدوخون، الشد السطحي هو مماس لسطح السائل. شلون يكون سطح السائل كروي؟ هو يكون مماس له، يكون بشكل هيك يعني منتظم مستقيم، يكون في تماس. وهسه ايضا راح نشوفه في سلايد اللي اصور سلايد اللي بعده اذا انا ما مشتبه. هسه هنا هاي واضحه، هنا لو تلاحظون الشد السطحي شلون صاير؟ صاير بزاويه. ليش؟ لان هو قبل ما اضع هذا الجسم عليه، اي جسم كان راح يكون شنو؟ راح يكون مستقيم. هذا الشد السطحي، وقلنا بموازاه سطح السائل. من وضعت انت، من جيت ووضعت فد جسم عليه، خلينا نقول ابره او اي شيء، فد جسم يعني خفيف مو كلش ثقيل، هذا الشيء راح يصير الجسم راح يحاول انه ينزل للاسفل. لكن شنو راح يقاومه؟ راح يقاومه اكو فشي اسمه شد سطحي مسوي مثل الغشاء.
فالشد السطحي هنا قلنا احنا بموازاة السائل، فيبقى بموازاة السائل. شوف يعني يبقى هو المماس، هذا شد السطحي وهذا ايضا منه عندي شد السطحي. طبعا هو من كل الجهات راح يصير يعني بشكل دائرة. فهناش راح يصير عندي هذا، راح الشد السطحي للأعلى، الوزن وين؟ للأسفل مال هذه الكرة مثلا على سبيل المثال، راح يقاوم إلى مدى معين. متى ما الشد السطحي ما قدر يقاوم الوزن، فراح تسقط الكرة إلى الأسفل وتستقر في قعر السائل مثلا على سبيل المثال. فأريدك تعرف أن الشد السطحي هو قوة بموازاة شنو؟ سطح السائل، كيف ما كان سطح السائل، سواء كان أفقي كان مائل بهالشكل هذا، تكون قوة العفو مو قوة التلاصق، الشد السطحي يكون أو قوة الشد السطحي تكون مماس لسطح السائل كيف ما كان. زين، نجي على هنا على هذا الشكل المجاور اللي تشوفه أمامكم. هنا طبعا مطيك قطرة مال مي، لكن هنا مطيك إياها يعني شلون مرة الشد السطحي كلش عالي بها. شوفوا هذه الكرة القطرة، الشد السطحي جدا عالي. هسه واحد يقول لي ليش جدا عالي، اقول له شوف القطره ما يعني ما متلاصقه ويا اي شيء، متماسكه على بعضها، متماسكه مع بعضها، ما متلاصقه ويا السطح اللي موضوعه يعني تحتها. ليش؟ لان الشد السطحي عالي. هاي يا حاله بحاله الماي البارد اللي حكينا عليه، ماي بارد وبلا صابون، راح شنو يصير؟ هسه انتم جربوها ورا المحاضره زين، راح تشوف القطره راح تتكور بهالشكل هذا، ما راح تختلط بالسطح المحيط به. نجي اذا شويه الشد السطحي صار اقل شويه، خلينا نقول مي اسخن، على ناخذ هيك بهالشكل هذا، مي اسخن شويه، راح تشوف القطره راح تصير بهالشكل هذا. يعني شنو؟ راح تغطي لي جزء من السطح، لكن تبقى شنو؟ مشدوده على بعضها، لكن شنو؟ غطت لي مساحه اكبر، يعني كانما التصقت بالسطح. نجي هنا الشد السطحي بعد اكثر صار قليل، ليش؟ لان يعني مثلا خلينا نقول سائل اسخن صار، فش راح يصير؟ راح تغطي لي مساحة أكبر، لكن تبقى شنو؟ أكو بيها فد نوع من التكور أو فد نوع من الشد الموجود داخلها. آخر شيء بعد شنو؟ يعني الشد السطحي عندما يكون صفر، شوف هنا يقول لك very low surface tension، يعني شنو؟ يعني مو ما نقول صفر لكن جدا قليل، فتكون القطرة مغطية للسطح الملامس إلها بشكل كامل، مثلا سطح منضدة أو إيد أو أي شيء. زين، راح تغطي هذا المنضدة أو الإيد بشكل كامل. هذا الجدول إيش راح نشوف به؟ أنا مو سبق وإن قلت لكم الشد السطحي لكل مادة يختلف، وأيضا لنفس المادة إذا في تماس مع مواد أخرى أيضا يختلف. وإيش قلنا بعد؟ النوع الثالث اللي يأثر لي على الشد السطحي أو النقطة الثالثة اللي تأثر لي على الشد السطحي هو درجة الحرارة. فهناش منطيك درجة الحرارة 0, 5, 10, 20 للمية مثلا، درجة الغليان، لأن هو المي ما يتواجد بخارج إذن درجات الحرارة، يعني الرينج مال المي من الصفر للمية، فوق المية بعد ما يصير مي، يصير بخار ماء، وجوا الصفر ما يصير ماء، شي يصير جليد. فمنطيك الحرارة مال الماء من الصفر للمية اللي هي ضمن الحالة السائلة مالته يبقى. طبعا شنو هو الامور يعني الشيء بالشيء يذكر؟ الامور اللي تتاثر بدرجه الحراره شنو؟ اول شيء اخذناها الكثافه، اذا تتذكرون الكثافه تتاثر بدرجه الحراره، فلاحظ انه لكل درجه حراره اكو كثافه للماء تختلف عن يعني من الصفر للمية. شوف ايش قد انخفضت الكثافه، قريب من الالف الى تقريبا 950، تقريبا 50 يعني كيلوغرام على المتر المكعب اختلفت الكثافه. زين، تجي على الوزن النوعي او الكثافة الوزنية، ايضا هي مرتبطة بالكثافة الكتلية. ليش؟ لانه مجرد الكثافة الكتلية في التعجيل الارضي، فبالنتيجة راح تتأثر بدرجة الحرارة. زين، سؤال لكم ولو هو يعني خارج موضوعنا الشد السطحي، الكثافة ليش تتأثر بدرجة الحرارة؟ من يقول لي؟ نعم، نعم، يعني درجة الحرارة وين دا تأثر لي؟ تأثر هي الكثافة شنو؟ جدا ممتاز، هو هذا اللي أريد أوصل لك، جدا ممتاز. يعني شنو؟ يعني الحرارة ما تأثر لي على الكتلة، الكتلة هي شنو؟ موجودة، ما يعني ما تأثر لي على الكتلة، تأثر لي وين؟ على الحجم.
فتدرون انتم الاجسام بشكل عام تتمدد بزياده درجه الحراره وتتقلص بنقصان درجه الحراره. فكل ما يزيد درجه الحراره الكتله ثابته، الحجم ده يكبر، الحجم مقام، فمن المقام يكبر شيء يصير بالكميه كلها راح تقل، والعكس صحيح. الكثافه الوزنيه ايضا نفس الكلام، مثل ما تفضلت زميلتكم كلامها كان صحيح. زين، نجي على الكثافه الكتله اللي حكينا الوزنيه، نجي على الدايناميك فيسكوسيتي اللي حكيناها المحاضره السابقه ايضا، يمكن قلت لكم عليها على الحراره، قلت لكم انه الزيت، زيت المحرك من يسخن المحرك راح يفقد خواصه، يفقد لزوجته، فراسا شو نسوي نبدله. ايضا لو تلاحظون ايضا بالنسبه للماء، طبعا هذا الجدول بارتفاع درجه الحراره شو يصير باللزوجه؟ ايش يصير بها شوي شوي؟ من يقول لي؟ تقل لو تزيد؟ لا تقل، لان شوف هاي اي اس سالب 3 يعني 10 اس سالب 3، هاي هنا 10 اس سالب 4. ها؟ صحيح؟ صحيح هذا الرقم صحيح ده يزيد، لكن الاس مالت يعني 10 اس، هاي الاي يعني 10 اس، 10 اس سالب 3 10 اس سالب 4، فشوف ده ينخفض. زين، نجي على الكاينماتيك فيسكوستي اللي هي اللزوجه الكيماتيه. لو تلاحظون ايضا ايش يصير باللزوجه؟ ايضا ده تقل، ما لكم علاقه بهذا الرقم، شوفوا 10 اس سالب 6 هنا 10 اس سالب 7 صارت. ايضا ده تقل اللزوجه بارتفاع درجه الحراره. نجي على البطل مالتنا اليوم اللي هو شنو؟ الشد السطحي، سيرفيس تنشن. السيرفيس تنشن اللي يرمزون له برمز سيجما قلنا، او في بعض المصادر جاما، اللي يقاس ايضا نيوتن على المتر. هنا شوف الحلو انه كل وحده مطيك الوحدات مالتها. لو تلاحظ بارتفاع درجه الحراره ايش راح يصير بالشد السطحي؟ خلينا نشوف هسه هاي ال 10 اس سالب 2 كلها متساويه، فنجي نباوع على ذني 7 بينما هنا شنو 5، فشوف ده تقل، الشد السطحي ده يقل. ولهذا يفسر لنا انه ليش نستخدم مي حار ما نستخدم مي بارد عندما نريد مثلا غسل يد او غسل اي شيء اخر. وهذا بعدين نتطرق له، يعني يسموه ضغط البخار، ايضا بعدين راح نتطرق له ان شاء الله. وهاي سرعة الصوت ايضا هسه مو كلامنا. زين، هسه نجي انه هذا الشد السطحي اللي صار لنا هسه فترة بنحكي عليه، انه قلنا من اثاره اكو فشي اسمه الخاصية الشعرية، كلكم يمكن ماخذيها بالمرحلة الاعدادية، الخاصية الشعرية. شنو الخاصية الشعرية؟ الخاصية الشعرية ببساطة انت تجيب انبوب، هذا تجيب العفو وعاء بماء وتخلي بيه انبوب مثل هذا الموجود امامكم، راح تلاحظ انه بعد فترة من الزمن، اذا افترضنا اذا اكو ماء، يعني الماء ايش راح يصير بيه؟ راح يرتفع 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 الى ان يوصل حد ويصير بهالشكل هذا، يتقعر سطح السائل ويصير بهالشكل هذا. زين، اذا جيب الزئبق راح خليت هذا الانبوب، راح تشوف الزئبق راح يبدي ينخفض 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 الى ان يوصل الى حد معين ويصير بهالشكل هذا محدب، هنا يصير مقعر. زين، السؤال لنا احنا مو المفروض السطوح السائله المعرضه للضغط الجوي مثلا على سبيل المثال هسه هذا مفتوح الانبوبه من الاعلى، ضغط جوي وهذا ضغط جوي وهذا ضغط جوي، زين ليش دي ينزل السائل للاسفل؟ ما عندي اني فرق بالضغط حتى ينزل. وهنا ايضا نفس الشيء، هنا عندي ضغط جوي ضغط جوي ضغط جوي، ما عندي فرق بالضغط، ايش وقت هو يصعد السائل الاعلى؟ من يصير عندي فرق ضغط؟ وايضا شو وقت ينزل اسفل؟ من عندي فرق ضغط؟ اذا ما عندي فرق ضغط شلون بده يصعد؟ ها، فنجي هنا نسال نفسنا نقول شنو القوه، شنو القوه اللي دا تاثر لي على السائل ودا تخليه يرتفع للاعلى؟ اكو فت قوه معناتها. ونجي نسال نفسنا نفس السؤال انه شنو القوه اللي دا تضغط على السائل ودا تخليه ينزل للاسفل؟ ها، فهنا راح نجي شنو راح نستكشفه من هاي الوضعيه؟ راح نقول يابا احنا هذا السائل من كان الانبوبه ما موجوده بيه كان سطحه مستوي وحسب الاصول. زين، من جينا خلينا الانبوبه هاي الانبوبه اختلفت الوضعيه، شنو اللي صار؟ اللي صار انه انت من خليت هاي الانبوبه بالسائل، السائل طبعا هاي الانبوبه فارغه ما بها شيء، جيت خليتها. السائل ايش راح يصير؟ راح يدخل الى داخل الانبوبه يصل الى هذا المستوى. هذا المستوى ليش؟ لانه عدي الانبوبه يعني بها خلينا نقول هذا السائل هنا بضغط معين
وهذا ايضا بضغط معين، فراح اهم شيء راح يدخل يصير عندي فرق بالضغط، راح يصل الى هذا المستوى. هاي اول ما اضع الانبوبه، اول ما اضعها من اجي انتظر لفتره من الزمن راح يرتفع السائل الى فد مقدار معين وبعد يوقف. ها هي ارتفاع معين يظل مستقر به. خلينا نشوف شلون صار هذا الارتفاع. اول شيء اول سؤال نسال نفسنا به انه هذا السائل من جهه خليه الانبوبه، الانبوبه نفس ماده السائل لو تختلف؟ الانبوبه تختلف، مثلا انبوبه زجاجيه، انبوبه بلاستيكيه او غيرها. اذا السائل هنا، السائل هنا هذا هسه خلي امسح هذا، نحكي احنا على هذا السائل هسه، هذا السائل هنا صار في تماس ويا من؟ صار في تماس مع مع جسم اخر. نحكي هنا على الاطراف، يعني نحكي على هالنقطه وعلى هالنقطه. زين صار في تماس مع جسم اخر. زين في تماس مع جسم اخر نجي بالنسبه للماء. الماء كمثال، الماء قوة التماسك مالته مع جزيئاته مع بعضها تكون أقل من قوة التلاصق مع الزجاج أو مع الشنو البلاستيك. فقوة التلاصق إيش راح يصير بيها؟ راح يعني راح تجذب جزيئات الماء اللي موجودة بالأطراف، راح تجذبها بهالشكل هذا. زين فإيش راح يصير؟ السائل خوب مترابط مع بعضه، يعني راح تحاول انه خليه هيك نفهمها، الجزيئات الماء راح تتسلق، راح تحاول تتسلق وين؟ على الانبوبه الزجاجيه او على الانبوبه البلاستيكيه راح تتسلق. زين الى متى راح تتسلق؟ ها اقول لك راح تظل ترتفع الى الاعلى، لانه شنو قوه التلاصق اعلى، راح تظل ترتفع الى الاعلى الى ان توصل الى حد بحيث وزن هذا السائل، هذا السائل مو صح يصير به وزن معين، وزن هذا السائل بعد يكون مساوي لمن؟ لهذه القوة اللي هي شنو قوة الشد السطحي. فهذا الوزن مال السائل للأسفل يكون مساوي للمركبة هاي. طبعا هاي يعني المفروض شو أقول لكم عليها؟ احنا ايش قلنا؟ هسه أقول لكم، هسه مو وصل لهنا، هاي قوة الشد السطحي، هاي قوة الشد السطحي، وهاي عندها قوة الشد السطحي. طبعا داير مداير كلها قوة الشد السطحي. هاي القوة بيها مركبة راح تكون شنو أفقية أو عمودية، شوف شلون تسموها أنتو، وعندنا مركبة بهالاتجاه راح تكون يعني محصلتها صفر ويا جدار الأنبوب. زين هاي المركبة للأعلى، وزن السائل وين؟ للأسفل. أنا شنو وليد صعد للسائل للأعلى؟ هاي المركبة دا تجذب السائل دا صعد للأعلى. زين راح يظل يصعد للأعلى إلى أن تكون وزن السائل هذا، هذا السائل بيوزن لو ما بيوزن؟ بيوزن. هذا السائل من يكون وزنه مساوي لهاي القوة بعد يصير حالة توازن، لا يرتفع السائل، العفو، لا يرتفع السائل إلى الأعلى ولا ينخفض إلى الأسفل، راح يكون في حالة توازن وتشوفها مستقرة بهالارتفاع هذا. زين هسه فد لحظة خليها امسحها. هسه لهنا صار واضح، حتى ما يعني استرسل بالشرح، لهنا صار واضح انه عندي قوة الشد السطحي. زين قوة الشد السطحي بيش شلون تصير؟ تصير بهذا الاتجاه. ليش تصير مائلة؟ لأنه اكو فد وزن دا يقاومها من الأسفل وهي الأعلى، فتصير بهذا الاتجاه. هاي القوة هل هي كلها دا تأثر تجذب السائل إلى الأعلى؟ الجواب لا، فقط المركبة مالتها اللي تكون شنو شاقولية، أما المركبة الأفقية فراح تكون في حالة توازن مع من؟ مع جدار الأنبوب. لكل فعل هاي قوة فعل، هاي قوة فعل، لكل فعل شنو رد فعل؟ انت هاي القوة وين تسلطها؟ على جانب الانبوب، جانب الانبوب ايضا رد فعل، فراح تصير محصلة صفر. هنا بالنسبة للمركبة العمودية لا، راح تكون عندي راح تحاول تسحب السائل الى الاعلى، الوزن بالعكس راح يحاول يجذب السائل للاسفل، فاخر شيء يوصل الى مرحلة، طبعا هذا الوزن من يرتفع السائل الى هذا المستوى الوزن راح يكون قليل، من يرتفع الى هذا المستوى الوزن صار اكثر، هذا اكثر اكثر، الى ان صار الوزن هذا صار مساوي الى هاي المركبه العموديه. زين هسه خلينا نجي نسال، زين وزن السائل شلون احسبه؟ وزن السائل اللي هو قلنا هذا للاسفل، هذا وزن السائل، من يقول لي شلون احسبه؟ اقدر احسبه لو ما اقدر؟ يعني اخو ما اجيب ميزان وزنه واشوف ايش قد وزنه.
انتبهوا، ما دا احكي على كتلة. نعم، لا لا، اكو في الطريقة جدا سهلة. من يقول لي عليها؟ ها، لا لا، هسه عندي وزن للأسفل. الوزن شي يساوي؟ الوزن وزن اي مادة شي يساوي؟ انا اقول لك وزن. ممتاز ممتاز، يساوي الكتلة، العفو، مو على الكتلة في، لا مو الكتلة على الحجم، ليش كثافة الكتلة في شنو يعني؟ هسه اني اريد اشوف وزني ايش قد، شلون اطلع وزني ايش قد؟ لا مو كتلة في الحجم. زين زين، اوقف لحظة واحدة. كثافة في صحيح، كثافة في الحجم. هو الوزن شنو؟ قوة لو مو قوة؟ الوزن قوة. بيش كم معادلة؟ بمعادلتين. شلون أطلع الوزن؟ بمعادلتين. القوة بشكل عام، يعني أي قوة بالعالم، القوة شنو هي؟ شو تساوي لهاي القوة؟ F. شو تساوي القوة بشكل عام؟ مين جاي؟ جاي؟ ممتاز ممتاز، كتلة M يعني ماس في التعجيل، نرمز له بالرمز أي، كتلة في التعجيل. الكتلة هاي خو معروفة، كتلة الجسم بالكيلوغرام بالغرام. التعجيل بالنسبة للوزن، التعجيل يا تعجيل آخر، تعجيل أرضي مو يعني شو تصير؟ تصير M بالنسبة للوزن، أقصد M في G. هاي صارت، العفو بس فد لحظة، M في G صار عندي، G تعجيل أرضي، صار عندي وزن. هاي معادلة رقم واحد. المعادلة الثانية اللي أقدر أستخرج منها الوزن شنو عندي؟ عندي تعرفون أنتو الكثافة الوزنية، بس لحظة، لا ها، المعادلة الثانية شو تقول؟ تقول عندي الكثافة الوزنية، هذا رمز مالتها جاما، ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي الوزن، الدبليو وزن على شنو؟ على الحجم. زين، اني الكثافة الوزنية مال السائل عندي لو ما عندي؟ مال ما موجودة عندي بالجداول. زين، وحجم السائل اقدر استخرجه هسه منه لو ما اقدر؟ اقدر، ليش؟ لانه شلون استخرجه؟ احسنت، حجم يا اسطوانه، حجم هاي الاسطوانه، هسه هذا المقدار، خلينا نقول هذا المقدار، مو صحيح؟ لان اني هذا الجو ما يهمني بعد، هذا الجو مو يمي، هذا الجو هو في حاله توازن، المشكله عندي بهذا اللي ارتفع الى الاعلى، فهذا حجم الاسطوانه شلون استخرجه؟ مساحه الحجم الاسطوانه شو يساوي؟ هاي اسطوانه حجمها شو يساوي؟ يساوي لي مساحة القاعدة مو في الارتفاع، مو صحيح؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، خلاص طلعت حجم السائل. إذا هنا شو نقول؟ نقول يابا الوزن اللي هو W راح يساوي لي الكثافة الوزنية، هاي الكثافة الوزنية في الحجم. زين، الحجم إذا أريد نفصله أيضا راح يساوي لي مساحة القاعدة في الارتفاع، هاي أي في الاتش. هسه هاي راحت، هاي شنو هاي؟ هاي على الوزن، ده نحكي هسه كله ما عندنا شيء سطحي، هسه على الوزن. نجي على القوة الأخرى اللي بدها تأثر على السائل، احنا مو قلنا اكو قوتين، وحدة وزن وحدة شيء سطحي؟ الوزن عرفنا هذا انه اما جاما في في، زين؟ واما نقول جاما في اي في اتش، يعني الفي نستبدلها انه عبارة عن اي في الاتش، فصل جاما في الاي في الاتش. زين، خلينا نخليها هيك بهالشكل هذا حتى لا تتيهون، هاي الفي هنا جاما. زين، نجي على قوة الشد السطحي. قوة الشد السطحي هنا ايش راح تصير؟ راح تصير قلنا بهالاتجاه هذا. انا ايش اخذ؟ اخذ المحصلة مالته. زين، قوة الشد السطحي شلون تنحسب؟ قوة عندنا، عندي فشي اسمه معامل الشد السطحي اللي شفناه بالسلايد السابق، هذا اللي قلنا يتأثر بدرجة الحرارة، هذا بالجدول. هذا اجيبه السائل ايش قد درجه حرارته مثلا كذا، اجيبه من الجدول ايش قد الشد السطحي مالته، في تلامس طبعا مو مع الجدول السابق، كان تلامس الماء مع الهواء. اما انا شروح على يا جدول، جدول مال تلامس الماء مع شنو؟ مع الزجاج مثلا، اللي هو شنو؟ ماده الانبوبه مالتي، راح ينطيني رقم بالجدول. هذا وين الرقم مالتي؟ هذا الرقم هنا، هذا يسموه معامل الشد السطحي، هذا جاما، معامل الشد السطحي موجود بالجداول. زين، نجي شلون بعد شو احتاج؟ احتاج المحيط، محيط الانبوبه، هذا المحيط فقط، المحيط مو حجم، محيط الانبوبه.
لأنه إحنا قلنا معامل الشد السطحي هو نيوتن لكل متر. زين، طبعاً لكل متر يعني لكل سنتيمتر مو مشكلة. فهنا هاي الأنبوبة محيطها إش كم متر؟ بس واحد يقول لي إش كم متر هي أنبوبة صغيرة، أقول له ما يخالف يعني إش كم متر، يعني جوز 0.07 متر مو يعني 7 سنتيمات يعني مثلاً. زين، فإش كم متر هاي المحيط مال الأنبوبة مالتي؟ أجي أقيسه، شلون محيط الأنبوبة شلون أستخرجه؟ المحيط شو يساوي المحيط؟ الدائرة عادي، محيط الدائرة. لا تقولوا لي ناسي محيط الدائرة. ها شو يساوي محيط الدائرة؟ بالعربي، بالعربي شو يساوي؟ القطر. بالضبط، القطر في باي، القطر في النسبة الثابتة، أو تقول إذا تريد 2 نصف القطر في باي نفس الشيء. زين، القطر هذا دي، رمزنا له بالرمز دي وهاي باي. فصار عندي هنا ببساطة شديدة الشد السطحي أو قوة الشد السطحي. شوف أكو عندنا معامل، معامل يا هو هذا معامل الشد السطحي، هذا السيجما أو في بعض المصادر يرمز له بالرمز جاما، هذا معامل الشد السطحي يعني نيوتن لكل متر. زين، وعندنا قوة الشد السطحي، هاي نيوتن، هاي فقط نيوتن. قوة الشد السطحي عندي هاي نيوتن لكل متر. زين، إذا عندي هالقد متر محيط، إيش قد القوة مالتي راح تصير؟ ها، فراح يصير عندي قوة الشد السطحي اللي هي S عبارة عن حاصل ضرب معامل الشد السطحي. يعني هسه هنا هاي قوة الشد السطحي، هاي عبارة عن حاصل ضرب محيط الأنبوب في شنو؟ في معامل الشد السطحي. المحيط هو باي في دي، فصار عندي شنو؟ هذه القوة. هسه صار عندي قوتين، مو صحيح؟ موجودة. زين، هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي احنا ايش قلنا في حالة التوازن، برا ما يرتفع السائل يظل يرتفع يرتفع يصل الى ارتفاع معين، راح يصير عندي الوزن مالته، يعني راح يتوقف ارتفاعه. ليش؟ لأن راح يصير عندي الوزن مالته W يساوي قوة الشد السطحي اللي أو المركبة. شوف هاي الكوساين ثيتا هي المركبة، يعني مو كلها، هاي كلها باي دي سيجما باي دي، يعني شنو هذا كله؟ هاي الاس، لكن أنا ما أريد الاس، أنا شو أريد؟ أريد الاس كوساين ثيتا، هاي المركبة اللي تكون مجاور بالنسبة لهاي الزاوية ثيتا، فتصير S كوساين ثيتا، مو صحيح؟ هاي اللي أريدها، هاي ما تعنيني، هاي ما تعنيني، ما تسوي لي شيء. زين، فش راح يصير في حالة يوصل السائل لارتفاع معين، راح يصير وزن السائل هذا اللي حكينا عليه قبل يساوي المركبة العمودية المن لقوة الشد السطحي. المركبة، شوف هنا لاحظ، راح تصير المركبة العمودية كوساين ثيتا لقوة الشد السطحي. زين، نجي نشتقها. ال W ايش قلنا شي يساوي؟ يساوي الكثافة، هاي الجاما، الجاما نعم، الكثافة الوزنية في من؟ في الحجم، لأنه الكثافة الوزنية شي يساوي كتلة على الحجم، العفو وزن على الحجم. فالوزن شي يساوي؟ الوزن يساوي الكثافة الوزنية في شنو؟ في الحجم. هاي راحت. نجي هاي الاس، الاس شلون حسبناها؟ هسه قبل السلايد قبله قلنا باي دي اللي هي شنو؟ محيط الانبوب في معامل الشد السطحي، مو صحيح؟ هاي من هي الاس. زين، بعدين ايش راح يصير عندنا؟ طبعا هاي راح نضرب، يعني الاس هذا واحد هي نضربها في كوساين ثيتا، راح يصير عندي هاي المعادله، هاي مالت من؟ هاي نفسها، هاي نفسها، هاي الاس بس مجرد فسختها مثل ما تشوفون هنا، الاس فسختها الى باي، جبتها وين؟ جبتها هنا، فانضربت في كوساين ثيتا، هذا كل الامر. زين، نجي على الحجم نفسه، هذا الحجم اللي هو، خلي امسح هاي شويه هيجي، هذا الحجم، هذا الحجم منين جاي؟ هسه مو حكيت لكم عليه شلون احسبه،
ما احد زملائكم قال لي احسب حجم الاسطوانه. قلت له صحيح، شلون نحسبها؟ مساحه القاعده، هاي مساحه القاعده، باي دي تربيع على 4 في الارتفاع، هذا حجم لو مو حجم؟ حجم. اجيت الحجم هذا الباي، هذا الحجم، هذا شوفوه، اضربته بمن؟ اضربته بالكثافه الوزنيه، نفس هاي المعادله، نفس هاي كثافه وزنيه في حجم، صار عندي، صار عندي وزن. زين، هنا من اجي اساوي الطرفين ذني، انا يعني بالبدايه ايش قلت؟ بالبدايه مو قلت الدبليو، هذا الدبليو يساوي لي الاس كوساين ثيتا. اجي هسه بعد الاشتقاق الدبليو شو ساوت لي اخر شيء؟ ساوت لي جاما باي دي تربيع على 4 في اتش، مو هاي الدبليو، هاي الدبليو هسه هنا حكتب يمها دبليو، هذا المقدار هو يساوي لي دبليو الوزن. زين، واجيت بالمثل بعد الاشتقاق وبعد ما يعني شفت انه الاس شو تساوي، صار عندي صفه عندي هنا انه الباي دي في سيجما كوساين ثيتا شو تساوي لي؟ تساوي لي الاس كوساين ثيتا. ها هي، اجي اساوي الطرفين مثل ما انا ساويتهم لي هنا بالبدايه، اساويهم ايش راح يصير؟ راح ليش اساوي؟ راح تختصر عندي بعض الامور. مثل ايش؟ عندي تدرون انتم من اكو علامة يساوي بين طرفين تختصر بسط ويا بسط، وتختصر مقام ويا مقام، مو؟ من عندك علامة ضرب تختصر؟ تختصر بسط ويا مقام، بس فقط بسط ويا مقام. زين، فهسه انا شو اقدر اختصر؟ اقدر اختصر بما ان عندي علامة يساوي، اقدر اختصر اختصر اول شيء الباي، هاي راحت الباي ويا الباي. زين، واقدر اختصر هذا الدي ويروح ويا هذا التربيع. بعد شنو بقى عندي؟ عندي ها هي هسه ذني صفه عندي شنو؟ صفه عندي السيجما كوساين ثيتا بهذا الجزء، صارت هوسه هنا. زين، صفه عندي السيجما كوساين ثيتا بهذا الجزء، وصفه عندي الجاما على 4 في اتش، وصحيح اذا صفت عندي. زين، من اجي اريد استخرج هاي كلها الهوسه، ليش اريد اشوف الاتش هذا اللي راح يرتفع للسائل ايش قد؟ فمن ارتب المعادله مالتي، يعني هسه هاي لو اجي اكتبها هنا جاما، طبعا شوي الجاما هي ما تنضبط تطلع مثل الار. زين، جاما في اتش على 4 شي يساوي لي؟ راح يساوي لي سيجما كوساين ثيتا. أنا شريد أي شيء، يعني طبعا مو إلا الـ H، يعني أي شيء تريده منها يعني. نعم، ها عفو، صح اديها وياه، مضبوط صح، هنا الدي راح يكون أيضا موجود، أنا راح مبالي. زين، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي أي مجهول من ذي المجاهيل، إذا البقية معلومات تقدر تستخرجها. فإحنا إذا أريد مثلا الارتفاع على سبيل المثال، الارتفاع من أرتب المعادلة هاي سيجما كوساين ثيتا تبقى نفسها، تنضرب بأربعة، هاي الأربعة طرفين بسطين راح أشيلها منها. زين، تبقى شنو عندنا؟ إذا أريد الارتفاع هنا راح أقسم على شنو؟ على سيجما، العفو على جاما، هاي اللي هي الكثافة الوزنية، على دي، يعني أشيلها منها، هاي أشيلها منها، فراح يصير عندي هاي المعادلة الموجودة أمامكم، إنه الإتش تساوي لي، تساوي لي فور سيجما كوسان ثيتا على جاما دي، يعني شنو؟ يعني 4 في المعامل الشد السطحي، معامل الشد السطحي في كوساين ثيتا اللي هي الزاوية المحصورة، ما هاي اللي تشوفوها أمامكم، هاي الزاوية ثيتا يسموها، هاي هاته خليني أشركم إياها، هاي الزاوية يسموها الزاوية ثيتا، هاي الزاوية زاوية ثيتا، على ال الجاما اللي هي الكثافة الوزنية، المن كثافة الوزنية للسائل نفسه الماء مثلا، ودي شنو؟ قطر الأنبوب، هذا دي قطر الأنبوب. فأنت من خلال راح تقدر تتنبأ أنه الماء إلى أي ارتفاع راح يصعد عندك، عندك هذه المعطيات. زين، نجي هذا الحكي كله المن للماء. زين، بالنسبة إذا عندنا الزئبق، الزئبق شنو راح يختلف؟ نفس المعادلات ما تفرق عندنا شيء. الزئبق مشكلته شنو؟ مشكلته انه عكس الماء، يعني الزئبق قوة تماسك مالته
أعلى من قوة التلاصق، يعني هو يتماسك على نفسه أكثر مما يتلاصق مع الزجاج. فشو يصير بهالحالة؟ لاحظوا هاي المعادلة مالتي شنو اللي راح يتغير بيه؟ اللي راح يتغير بيه ويخلي لي الارتفاع يكون نحو يعني الأسفل، شنو اللي راح يصير؟ هنا خلينا نجي على الكوساين ثيتا، هنا ثيتا مالتي زاوية حادة ولا منفرجة؟ بالنسبة للماء هاي الزاوية مالتي زاوية حادة. زين كوساين الزاوية الحادة بشكل عام اللي هي طبعا خلينا نقول من الصفر للتسعين، من الصفر للتسعين الكوساين يبدي من الواحد، إذا الزاوية صفر الكوساين راح يصير شنو؟ واحد، وإلى أن توصل الزاوية تسعين إيش راح يصير؟ راح يصير الكوساين صفر. زين ورا التسعين شلون يصير الكوساين؟ يبدي يصير بالسالب، يبدي يصير بالسالب مو صحيح؟ ها بالضبط. يعني يصير من الصفر يبدي التسعين صفر، من يوصل للمية وثمانين يصير سالب واحد، فما بينهما هو ما بين الصفر وما بين السالب واحد، صفر بوينت كذا صفر بوينت كذا لكن بالسالب. زين يعني هسه هنا اذا هيك نرسم هاي عندنا هنا الكوساين، كوساين هنا ايش قد؟ صفر. هنا الكوساين ايش قد؟ العفو اسف هنا واحد يصير الكوساين، الكوساين هنا يصير واحد، هنا يصير صفر، هنا يصير سالب واحد، ما بينهما هاي صفر بوينت فد رقم بس بالموجب، هذا سالب صفر بوينت رقم بس بالسالب. زين وهكذا بالنتيجة من تصير عندي الزاوية منفرجة، هاي الزاوية الزئبق ليش يصير منفرج؟ الزئبق ايش راح يصير بيه؟ انت راح تجي الزئبق هذا سطح الزئبق موجود بامان الله وما عنده اي مشكله، اجيت انت سويت له، اجيت خليت بيه انبوبه، نفس هاي الانبوبه جيت خليتها بالزئبق، طبعا ما بيها مي يعني ولا بيها زئبق، انبوبه فارغه. الزئبق ايش راح يسوي؟ راح يصير عنده شد، راح يصير عنده شد. فش يصير الجزيئات ما تقوم تجذب بعضها، تحاول انه تتكور، تحاول انه يصير مثل شلون القطره تكورت من تلامست ويا الهواء، هذا الزئبق نفس الشيء من يتلامس ويا جسم صلب اخر راح يحاول يتكور، راح يتحاول يسحب نفسه. فش راح يصير؟ راح يحاول انه يسحب نفسه للاسفل. فالزاويه يعني قوه الشد السطحي صارت شنو؟ بهالاتجاه. الزاوية مالتها زاوية ويا من أقيساني؟ أقيسها ويا جدار الأنبوب، هاي الزاوية صارت زاوية منفرجة، زاوية منفرجة يعني شنو؟ يعني أكبر من 90، هاي زاوية منفرجة، أقيسها منها يعني من الصفر، فهاي زاوية منفرجة، هاي زاوية منفرجة وهكذا. فمن تصير الزاوية عندي منفرجة، الكوساين مال الزاوية المنفرجة اللي هي أكبر من 90 شنو يصير؟ يصير عندي سالب. فهنا أربعة في سيجما، سيجما طبعا تختلف عن مال ماي، قلنا احنا لكل سائل هو له سيجما خاصة به اللي هو معامل الشد السطحي، لكن مو سالب يعني يبقى موجب. هو الكوساين ثيتا هنا الثيتا صارت عندي شو اسمه، صار عندي منفرجة، زاوية منفرجة اكبر من 90، فالكوساين مالتي شنو صار عندي؟ صار بالسالب، مو شرط سالب واحد يعني اي رقم لكن بالسالب. الكثافة الوزنية للزئبق، اذا كثافه معينه الانبوب خلينا نفترضه نفسه، فايش راح يصير الاتش هنا؟ الاتش راح يصير عندي بالسالب. زين احنا عندنا طول بالسالب؟ ما عندنا طول بالسالب، لكن شنو هاي اشاره السالب؟ اشاره الى انه يابا ترى انت الارتفاع عندك راح يقل، راح ينخفض الارتفاع عندك، فراح تقدر تتنبأ انه الارتفاع مالتك ايش قد راح ينخفض. صار واضح؟ صار واضح؟ جدا ممتاز، جدا ممتاز. هسه نجي على هاي الصورة، هاي بالانجليزي هنا ايش مكتوب؟ كاتب كابيلاري رايز، يعني شنو؟ يعني صعود بالخاصية الشعرية. هنا ايش كاتب؟ كابيلاري ديبريشن، يعني انخفاض، ديبريشن يعني انخفاض بالخاصية الشعرية. زين نجي على الارتفاع، ايش كاتب لي هنا؟ خلي اخذ مؤشر، كاتب لي ادهشن مور ذان كوهشن، يعني شنو؟ يعني التلاصق، ادهشن تلاصق أكبر من التماسك، التلاصق مع الجدار، مع جدار الأنبوب أكبر من تماسك جزيئات الماء مع بعضها. فايش راح يصير؟ راح الأنبوب يحاول يسحب الماء للأعلى يجذبه. زين الماء أيضا راح يجاري، راح يروح وياه، يروح وياه إلى أن يوصل وزن معين يقول يا بعد أنا ما أقدر، يعني هذا الحد اللي أقدر
يعني أحملة من الماء. منو؟ قوة الشد السطحي. زين، شو يقول؟ يقول liquid wets the surface، يعني السائل يرطب منو؟ السطح الملامس له. ليش؟ لأنه الشد السطحي قليل يكون. زين، هنا بالزئبق شو يقول؟ يقول adhesion less than cohesion، يعني التلاصق أصغر من التماسك. تلاصق الزئبق مع جدار الأنبوب أصغر من قوة تماسك جزيئات الزئبق مع بعضها. فشو يقول؟ يقول liquid stays away from the surface، يعني السائل يبقى بعيدا من شنو؟ من السطح، من سطح يعني يحاول أنه دائما يعني ما يكون في تماس مع الجدار الأنبوب، يحاول يجذب نفسه للأسفل. زين، هنا من ايش تتصورون؟ من نزل السائل للأسفل، هنا الضغط مالته بقى نفسه لو قل لو زاد في هاي النقاط الموجودة هنا على الأقل. هو صار بحجمه، حجمه زاد لو ضغطه زاد. ممتاز، أحسنتم أحسنتم، كلش ممتاز. هنا عندي الحجم قل، فالضغط راح يزيد، ولهذا سيجينا مفهوم انه القطره من تتكور على بعضها راح يصير بداخلها اكو ضغط، لانه هي القطره بشكل عام يعني ما متكوره، لكن من تتماسك مع العفو مو تتماسك، من يصير في تماس مع الهواء من كل الجوانب، فراح شلون نقول تنطوي على نفسها. من انطوت على نفسها معناته هاي الكتله، كتله القطره انطوت تحت حجم اقل، فتولد عندي ضغط داخلي يسموه. هسه هم اذا لحقنا ان شاء الله نعرف شلون نحسبه. هسه قبل ما انتقل من هاي الصفحه، اريدك تعرف انه هل انت عرفت انه هاي الزاويه شلون تنحسب، شلون تحسبها بالنسبه لجدار الانبوب؟ تجي تشوف السائل اذا مت 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 يعني شلون نقول في حاله تقعر، فاحنا قوه الشد السطحي شو تكون؟ قلنا في تماس مع سطح السائل، سطح السائل يا هو هذا سطح السائل، هذا سطح السائل هسه، فتكون موازاة. زين، إذا كان السائل في وضع تحدب، هذا سطح السائل، مو هذا سطح السائل، فتكون في حالة موازية للمن لسطح السائل بهالشكل هذا. الزاوية شلون أقيسها؟ أقيسها ويا جدار الأنبوب. زين، فهاي تتكون عندي هاي ثيتا تكون أصغر من 90، الكوساين مالتها موجب، هاي تكون أكبر من 90، الكوساين مالتها سالب. هاي هنا كاتب لك H2O يعني مايو، هذا زئبق، مطيك حالتين مختلفة. طلاب تريدون قبل ما أكمل بس سجلون الحضور، يعني إذا هاي سجلونا إياه، ما سجلتوا أو لا، انطلقت الاستمارة يعني صار تقريبا نص ساعة. زين، هسه من هاي المعادلة السابقة اللي توصلنا لها اللي هي هاي الارتفاع، حياته هذا اللي الارتفاع اللي هو ال H يساوي 4 سيجما اللي هي 4 في معامل الشد السطحي في كوساين ثيتا على جاما في دي. هاي المعادلة من خلالها طبعا راح تقدر تعرف انه هذا ال H بشنو راح يتأثر، يعني ارتفاع السائل في الانبوب نتيجة الشد السطحي بشنو راح يتأثر. اول شيء منو يقول لي؟ هسه هاي معادله قدامكم، اريد واحد من عندكم يقول لي بيش راح يتاثر، ويتاثر طرديا لو عكسيا؟ ها، يتاثر بالزاويه، جدا ممتاز، يتاثر كلش ممتاز، يتاثر بالزاويه طردي لو عكسي؟ لا بالزاويه، هاي هاي الزاوية يتأثر تأثر طردي بها. زين، السيجما اللي هي معامل الشد السطحي، كل ما يزيد معامل الشد السطحي شو يصير بالارتفاع؟ يرتفع لو ينخفض؟ يتأثر طرديا. وأيضا بالضبط، والكثافة الوزنية، ها ليش عكسيا مع الكثافة الوزنية؟ الكثافة الوزنية مؤشر إلى شنو؟ إلى ثقل، إلى وزن المادة. يعني الكثافة الوزنية هي شنو؟ هل قد نيوتن بالمتر المكعب الواحد. يعني الماي مثلا عندك تانكي مال ماي، تانكي مال ماي خلينا نقول 1 متر مكعب الحجم مالته، هذا الماي وزنه راح يكون 9800 نيوتن، الالف كيلوغرام
مو هو 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، هاي حجم، اضربها في التعجيل صار 9800 تقريبا، 9800 نيوتن. فانت من تجي ال 9800 من تجيب الزئبق، لا الزئبق يجوز يصير 13000 نيوتن بالمتر المكعب الواحد. فكل ما الكثافة الوزنية تزيد، السائل راح ارتفاعه يقل. ليش؟ لأنه هو راح يصل إلى ارتفاع معين يكون وزن، احنا مو حسبنا الوزن ال W، قلنا شو يساوي ال W؟ يساوي للكثافة في شنو؟ في الحجم. فراح يصل إلى ارتفاع معين ويوقف بعد. ليش؟ لأنه بعد ما يتحمل وزنه ثقيل. بينما نجيب سائل كثافته أقل، لا الارتفاع راح يرتفع إلى أعلى لأن الوزن راح يكون أقل. زين، الدي أيضا قطر الأنبوب نفس الشيء. قطر الأنبوب احنا ايش قلنا؟ قلنا ها، فكل ما يزيد قطر الأنبوب شوف ولهذا في بعض الأحيان من انت تجيب أنابيب هاي مثلا قطرها شوية كبير نوعا ما، ما تلاحظ تشوف ما يرتفع الماي بها، يعني ما هاي خاصية، ليش تسموها خاصية شعرية؟ يعني بالأنابيب اللي تكون قطرها قليل تبين، لكن من عندي أنبوب أنا عريض ماكو، ما راح تشوف ارتفاع للسائل بي يعني، وإذا أكو ارتفاع فهو راح يكون غير ملحوظ. ليش؟ لأنه كل ما يزيد القطر الارتفاع راح يقل إلى أن يصل إلى حد بعد الارتفاع يكون جدا صغير وغير ملحوظ. إذا هسه نجي هنا بهاي الصفحة أمامكم من المعادلة السابقة اللي هي هاي، يتأثر ارتفاع السائل اللي هو H في الأنابيب بأولا الزاوية ثيتا. شو يقول هنا الزاوية بها تفصيل؟ يقول إذا كانت أقل من 90، يعني شنو أقل من 90؟ يعني حادة، كانت قيمة كوساين ثيتا موجبة. هاي هي بالرياضيات الزاوية اللي قياسها أقل من 90 الكوساين مالته شو يصير موجب، لكن يبقى هو شنو؟ يبقى محصور بين الصفر والواحد، يعني ما يتجاوز الواحد. زين، يقول فإذا كانت الزاوية أقل من 90 فتكون قيمة كوساين ثيتا موجبة، وأن السائل سيرتفع إلى الأعلى، الH راح يكون موجب يرتفع إلى الأعلى كما هو الحال في الماء اللي هسه حكينا عليه. وإذا كانت أكبر من 90، يعني شنو أكبر من 90؟ يعني منفرجة، كانت قيمة كوساين ثيتا اللي هي شنو يحصل بالرياضيات الزاوية المنفرجة قيمة كوساين ثيتا سالبة، لكن أيضا راح تكون محصورة بين الصفر وبين السالب واحد، الصفر للتسعين والسالب واحد للمية وثمانين، كانت قيمة كوساين ثيتا سالبة فإن السائل سينخفض للأسفل لأنه الاتش راح يصير عندي يطلع بالسالب كما هو الحال بمن؟ بالزئبق. طبعا هذا قبل ما انتقل الى النقطة الثانية، هذا الرسم ده شوفوه، هاي شنو؟ من يقول لي شنو؟ هاي الدالة مال كوساين، يعني هنا شوف مطيك الزوايا 0 30 60 90 هاي لل 360، ومطيك الكوساين مالت هذا الكوساين. فشوف انت بالصفر الكوساين صفر، هذا العفو بالصفر الكوساين ايش قد؟ واحد. تيجي على 30 الكوساين ايش قد صار؟ 0.8 وكسر، لكن كلها هسه لحد الان بالموجب. من وصلت لل 90 الكوساين ايش قد صار بي؟ صار صفر. من عبرت ال 90 لل 180 الكوساين صار شنو؟ بدا يزيد، لكن شنو؟ بالسالب. بالسالب من ال 180 يرجع للصفر ايضا يبقى سالب، لكن شنو؟ يبدي يقل يقل الى ان يوصل ل 270 هذا، وبعدين من ال 270 راح يزداد عندي يعني الى 360. يعني هاي الخريطه مال كوساين حتى تعرف انه الكوساين بيا زاويه راح يكون صفر، بيا زاويه راح يكون بالسالب، بيا زاويه بالموجب، حتى تصير عندك الصوره واضحه. زين، هاي بس فد شيء يعني مخطط للتوضيح. زين، نيجي على النقطه الثانيه اللي هي الشد السطحي اللي هي يسموها سيجما او قلنا جاما في بعض الاحيان. جاما يعني اقصد هي هاي مال الكثافه الوزنيه، بس يعني احنا استخدمنا سيجما لانه الجاما يرمزوا لها الكثافه الوزنيه. بعض الاحيان جاما كابيتال لتر، يعني الرموز مو فد مشكله، اهم شيء ان تعرف الفكره. الشد السطحي سيجما، حيث يؤثر طرديا عليا من على ارتفاع السائل. يعني كل ما تزيد السيجما قوة الشد السطحي السائل راح يزيد ارتفاعه الى الاعلى. طبعا قلنا انه ايش تتوقع؟ السائل الساخن راح يرتفع اعلى، لو السائل درجة حرارته قليلة راح يرتفع الاعلى. هسه على هالحكي هذا الحرارة ما شي يصير اذا درجة يرتفع للاعلى، يرتفع للاعلى اكثر.
زين خلينا نجي نشوف. ها احنا ما عندنا بالمعادله درجه الحراره، لكن عندنا فشي يتاثر بدرجه الحراره اللي هو شنو؟ هو السيجما اللي الكثافه ايضا، لكن تاثير السيجما اكثر من تاثير الكثافه. فايش راح يصير عندي اني؟ السيجما راح من ازيد درجه الحراره ايش راح يصير؟ راح تقل او تزيد السيجما. هسه شفناها بالجدول. الشد السطحي دائما شوفوا تذكروا الماي الحار والماي البارد من تغسل ايدك. من تغسل ايدك بماي بارد الشد السطحي شو يصير بيه؟ عالي. فالقطرات الماي راح ما تتماسك ما تتلاصق مع ايدك بشكل صحيح، راح تتماسك مع نفسها. شد السطحي عالي، لكن في حال انه ماي حار الشد السطحي راح يكون قليل، فراح تتلاصق مع ايدك. فهنا الشد السطحي اذا كان عالي يعني اذا الماء ساخن راح يكون الشد السطحي شنو؟ منخفض، فراح الاتش ايضا راح ينخفض عندي. يعني لو قلنا نفس الانبوبه ونفس الماي ونفس الاقطار وكلها مساويات، لكن هنا جبت ماي ساخن خلينا نقول درجه حرارته 90 وهنا جبت ماي درجه حرارته 20، فايش تتوقع بيا انبوبه راح يرتفع اعلى بال 20 لو بال 90؟ 20 درجه حراره لو بال 90 يرتفع اعلى. لا بال 20. ليش؟ لانه بال 20 السيجما اعلى، ال شو اسمه الشد السطحي او معامل الشد السطحي يكون اعلى. بال 90 راح يبدا ينخفض، ولهذا احنا بالماء البارد راح نشوف ارتفاع يكون ربما اكبر من اكثر من الماء شنو؟ الساخن. يعني هاي من باب الشيء بالشيء يذكر. انا كاتب لك هنا بين قوسين تتاثر بدرجه الحراره. وايضا عندي العامل الاخر اللي هو هذا قطر الانبوب. احنا قلنا قطر الانبوب كل ما يزيد راح الارتفاع ما راح يكون عندنا ملحوظ. ايش وقت يكون الارتفاع ملحوظ؟ في الانابيب اللي يكون اقطارها صغيره، في الانابيب الشعريه. فكل ما يزيد القطر كل ما شنو؟ كل ما يقل الارتفاع، يعني تناسب عكسي. والكثافه الوزنيه ايضا حكيت لكم عليها، قلت لكم لانه كانما وزن السائل دا يزيد بالنسبه لحجم معين. فراح شنو؟ راح كل ما زيد الكثافه انا اتوقع انه الارتفاع راح يكون منخفض وليس ارتفاع يعني عالي. هاي طبعا هنا هاي علاقه الشد السطحي بدرجه الحراره هسه حكيناها. يقول كلما زادت درجه الحراره، هاي درجه الحراره تي اللي يقاس بالثيليزي درجه سيليزيه، فكل ما تزداد درجه الحراره شو يصير بالشد السطحي؟ هذا شنو؟ هذا تناسب طردي لو عكسي؟ هذا الخط تناسب، ها تناسب عكسي. ايش وقت يصير طردي؟ من اشوف بهالشكل هذا صاير هذا طردي، لكن بما انه هسه بهالشكل فمعناته شنو؟ التناسب عندي عكسي. زين هاي فد شيء لكم، اذا شفت خط هيك افقي هذا التناسب شنو يكون؟ هذا لا مو طردي، هذا شو يصير؟ احسنت، شو اسمك؟ جدا ممتاز، جدا ممتاز احمد. هذا هنا معناتها ما عندي تناسب. ليش ما عندي تناسب؟ لانه ايش قد ما تزيد درجه الحراره هذا ما يتحرك، ما يتاثر. هو شنو التناسب؟ تاثر، اما تاثر طردي واما تاثر عكسي. فانت اذا عندك شيء ما يتاثر بمرور الزمن او بمرور بارتفاع درجه الحراره او بغيرها، معناتها هذا ما يتاثر. فمعناتها ما عندي تناسب بيناتهم، ما عندي علاقه بيناتهم اصلا. زين؟ فاريدك من تباوع على الشارت تفتهمه، يعني اذا كان مائل بهالشكل هذا نزولا هذا تناسب عكسي. واذا كان صعودا تناسب طردي، اذا كان افقي هذا شنو؟ ما بي اي تناسب. دائما احنا ايش قلنا؟ قلنا الاكس يكون عامل مؤثر، عامل مؤثر. والواي يصير شنو؟ عامل متأثر، يعني هو اللي يتأثر بالإكس وليس العكس. هذا شنو؟ علاقة ارتفاع السائل في الأنبوب. احنا مو قلنا علاقة بالحرارة هسه هاي علاقة ارتفاع السائل اللي هو شنو؟ الاتش. علاقة الاتش بمن؟ بالدي، بقطر الأنبوب. كلما زاد قطر الأنبوب قل ارتفاع السائل فيه، والعكس صحيح. يعني شنو؟ هسه مطيك هذا شنو؟ هذا القطر، هذا القطر مطيك اياه بالمليمتر طبعا، ومطيك الارتفاع، العفو اسف هنا بالعكس، مطيك الارتفاع، هذا الارتفاع ال h مطيك اياه شنو؟ بالمليمتر، ومطيك هنا القطر ال d مطيك اياه ايضا بالمليمتر. فشي يسوي؟
من رسموا علاقة. طبعا هاي العلاقة شلون يرسموها؟ ياخذون يعني تجارب يسوون، ياخذون عدة أقطار ويقيسون الارتفاعات، فيصير عندي علاقة ما بيناتهم. هاي العلاقة لو تلاحظ أيضا هي علاقة عكسية لكن مو مستقيمة، علاقة منحنية أو علاقة تربيعية يسموها. هاي العلاقة راح تكون شنو؟ راح تكون عكسية أيضا. فلو تلاحظ هنا عندما يكون عندي القطر، طبعا هي المفروض هذا محور سيني يصير وهذا محور صادي، لكن ما أعرف ليش قال بيهم. على كل حال، فهنا من القطر خلينا نجي ناخذها هسه، تخيلها يعني كأنما الرسم من جوا، من خلينا ناخذ بال60. هذا القطر عندما يكون 60 مليمتر، ايش قد راح يكون عندي الارتفاع؟ نصف مليمتر. من اجي الارتفاع راح يكون عندي فرض هنا، خلينا نقول هذا 20 40، هذا 30. من يكون 30، هذا 30 القطر، ايش قد راح يصير عندي الارتفاع؟ راح يصير عندي 1. من يصير عندي هنا الارتفاع 20، العفو اسف انا دا اخربط، مثل القطر 20 راح يكون الارتفاع شنو؟ 1.5. فلو تلاحظون الارتفاع 60، القطر 60 ارتفاع نص، القطر 30 الارتفاع صار 1، زاد الارتفاع. من صار 20 القطر قل صار الارتفاع 1.5. اذا شنو؟ تناسب عكسي دي يصير عندي، وهكذا. فهاي ايضا هي علاقة ما بين القطر، قطر الانبوب اقصد، وما بين ارتفاع السائل في الأنبوب نتيجة للخاصية الشعرية. خلنا ناخذ مثال حتى نحاول نختم محاضرتنا به، مثال انه شلون هاي هالحكي هذا شلون راح اطبقه اني. طبعا اهم شيء الطلاب بالمعادلات تشوف الوحدات. الوحدات متناسقة اشتغل، وحدات ما متناسقة يعني سوي حولها وخليها تكون متناسقة، يلا انت تشتغل. خلينا نجي نشوف السؤال. يقول أنبوب، أنبوب قطره 2 مليمتر. إذا شنو أنبوب قطره؟ قليل، يعني أنبوب شعري راح تظهر به الخاصية الشعرية. أنبوب قطره 2 مليمتر، وضع بشكل عمودي. ليش بشكل عمودي؟ لأنه إذا شكل مائل راح حساباتنا راح تختلف، وإذا هاي إن شاء الله بالمحاضرة السابقة الجاية أوضح لكم إياها أو احتمال نعبرها. أنبوب قطره 2 مليمتر وضع بشكل عمودي في قدح، يعني جبت هذا الانبوب فارغ انبوب خليته في قدح بمي. كثافة المي طبعا عادة 1000 كيلوغرام على المتر المكعب بالظروف القياسية. اذا علمت ان معامل الشد السطحي، اذا صار عندي انبوب قطره هو يعني دي، وضع بشكل عمودي، كثافة المي شنو؟ جاما 1000. زين، معامل الشد السطحي هذا سيجما مطينيا، الزاوية ثيتا هياته مطينياها. شي يريد مني ارتفاع الماء في الانبوب بسبب الخاصية الشعرية. اقول له سهلة، انا عندي معادلة اشتقيتها ورتبتها وخالها الوقت العوزي، اجي احسب بها الارتفاع. يا بشني المعادلة، هاي المعادلة ماتي اللي هسه قبل شوية اشتقيناها، ال H تساوي، طبعا هسه انتم جزء ما تتذكروها لانه مقاريها، بس من راح تقعد تقراها وراح تعرف الاشتقاق مالتها راح تحفظها بعد ما راح تنساها. راح يقول لك ال H يساوي 4 سيجما، موجودة عندي، موجودة السيجما هياتها، مطينية هاي السيجما هياتها، معامل الشد السطحي. زين، الكوساين ثيتا مطينية هياتها. زين، ايش بقى عندي؟ الأربعة هذا ثابت، ال الجاما اللي هي شنو؟ الكثافة، كثافة المي مطينياها، والقطر دي أيضا مطينية هياتها، هذا قطر وهذا قطر. إذن بكل بساطة راح ينحل السؤال. لكن شنو راح يصير عندي؟ راح اجي انبوب قطره 2 مليمتر، خلينا نجي نشوف متر مكعب، صار عندي اختلاف متر، صار عندي اختلاف، فلازم شس ها ملي نيوتن، هاي ميم نيوتن يعني ملي نيوتن. اذا ملي نيوتن ما تتضارب ويا البقيه، لكن تتضارب ويا من عندي هنا كثافه بالكيلوغرام، فهاي كنا ايضا احولها الى نيوتن. فايش راح يصير عندي؟ شوف انتبه، 4 هاي 4 في 75.4 يا هي هذا السيجما، قسمت على 1000. ليش قسمت؟ لأنه مطيني ملي نيوتن، يعني النيوتن واحد نيوتن شو يساوي لي؟ يساوي لي 1000 ملي نيوتن. زين،
اني ليش هسه واحد يقول لي زين الكيلوغرام شو له علاقه بالنيوتن؟ اقول له لا، شو ما له علاقه، مو هو النيوتن منين جاي؟ جاي من كيلوغرام في متر على الثانيه تربيع. فهذا احنا مو قلنا اسم الدلع مالته نيوتن، فهذا من تجيب غرام ويا نيوتن ما يتوانم، لازم تجيب نيوتن، يعني من النيوتن ما يتوانم ويا الكيلوغرام، لازم شنو تحوله الى نيوتن. فش اسوي احوله الى نيوتن؟ اجي اقول سهله، انا عندي 75.4 الوحدات مالته شنو؟ ملي نيوتن، ملي نيوتن على المتر. انا معلمتكم تحويل الوحدات شلون؟ نجي شنو نقول؟ نقول نخلي ضرب ونخلي خط كسر. الملي نيوتن وين موجوده؟ بالبسط، اخليها بالمقام ملي نيوتن، ملي نيوتن، والنيوتن بالعكس اخليها هنا. زين هسه اجي هذا الواحد نيوتن شقد يساوي لي؟ الف ملي نيوتن. ها هي، هاي اختصرت ويا هاي، اقسم صار قسمه. هسه عرفتوا شلون صارت قسمه؟ زين زين هسه هاي حولتها، انت طبعا بكيفك تريد راس تحولها على صفحه وتجيبها هنا، تريد تحولها داخل السؤال، انت بكيفك. انا هنا التحويلات راسا مباشر دا اسويها يعني قدامكم. زين الكوساين هاي ثيتا خوب هي ما بيها تحويل، هي 15 تنزل هنا بالحاسبه، شوف ايش قد تطلع على 9.81. ها هنا الالف، انا شريت كثافه كتليه لو وزنيه؟ هاي كثافه كتليه، لازم شو احولها؟ وزنيه. اذا هاي شنو هو؟ انا هنا يعني من باب المسامحه كتبت جاما، هي شنو هي؟ شو منطيني هو؟ منطيني الرو، الكثافه الكتليه. الكثافه الوزنيه شو تساوي؟ الكثافه الكتليه في التعجيل، ولهذا انا شو ضربت؟ الكثافه الكتليه اللي هي رو في التعجيل اللي هو 9.81، صار عندي الجاما، هذا المقدار بين قوسين هو يمثل لي الجاما. زين بعد شنو؟ خلينا امسح هاي حتى لا تصير هوس عليكم. اذا نشوف السؤال شلون يعني بنتحل السؤال. انتبه يعني لا تقول والله اي راسا هاي الكثافه جيبها وخليها، لا انتبه انه هو ربما يعطيك كثافه كتليه، ما يعطيك كثافه نسبيه. كثافه نسبيه شلون تعرفون شلون حسبناها؟ كثافه النسبيه اللي هي اس جي شو تساوي؟ تساوي كثافه المي، كثافه اي جسم على كثافه المي. او اذا تريد الكثافه الوزنيه لاي جسم على الكثافه الوزنيه، هاي شلون اكتبها؟ والله ما ادري، كلها تطلع تشبه الار. زين كثافه الوزنيه المن للمي، يعني قصدي انت اي كثافه يعطيك اياها ممكن انه تستخرج كثافه الجسم. زين هسه هنا ايش عندي؟ كثافه المي ضربتها في 9.81 صارت كثافه وزنيه. زين نجي على اخر شيء القطر 2 ملي متر، فايضا احوله الى متر اقسمه على الف، نفس الشيء سويناه ويا الملي نيوتن. هسه صارت المعادله عندي جاهزه ولا مو جاهزه؟ صارت جاهزه بالحاسبه، 4 في هذا الرقم في كوساين 15 على اذا الارقام، راح يطلع عندي هذا المقدار اللي هو 0.0148 متر، يعني لا حول بالسنتيمتر ايش قد يصير؟ يعني راح يرتفع المي بالانبوب مقدار 1.1 تقريبا 1.5 سنتيمتر، هذا ارتفاع الماء بالانبوب. زين المطلب الثاني اللي ثاني هذا محله، هسه راح نحله يدوي. المطلب الثاني شو يقول؟ يقول جد ارتفاع الماء في الانبوب اذا تضاعف قطر الانبوب، يعني شنو؟ نفس هذه المعادله لكن شنو عندي هنا؟ احسنت، هذا راح ينضرب باثنين قطر الانبوب، صار 2 في 2 4. فايش تتصورون من ان ضربته في 4 هذا ايش راح يصير به؟ لان ضربته في 2 هذا راح ينقسم على 2، فالارتفاع الانبوب مو كان ما 1.5 راح يصير تقريبا يعني 0. سنتيمتر، مو صحيح؟ فمعناته شنو؟ من زيدت القطر ضاعفت القطر صار بالارتفاع انخفض للنصف، ليش؟ شنو علاقة عكسية؟ ما ادري صار واضح؟ ممتاز، كلش ممتاز. زين هسه نجي على النقطة الثالثة، أيضا بسيطة. ليش بسيطة؟ بس شوية بها فكرة. يقول جد ارتفاع الزئبق بدل الماء للقطر 2 ملم، نفس القطر 2 ملم، علما أن كثافة الزئبق النسبية، شوف هنا شطاك، 13.6،
وبعد راح يختلف معامل الشد السطحي اللي هو هذا خوب يختلف عن الماء عن الزئبق ايضا راح يختلف انطاك اياه معامل الشد السطحي هذا يساوي هالقد زين خلينا نجي نمسح هاي الشخابيط حتى تصير الامور واضحه زين اخر شيء هسه شو نسوي نجي نكتب نفس المعادله هي هاي مكتوبه مالتنا بس راح اكتب اليساوي مالتنا هنا جوا يساوي نجي 4 خلينا نخلي خط هذا خط مال كسر زين 4 هاي الأربعة بعد شنو عندنا السيجما ايش قد مطيني اياها السيجما مطيني اياها 4 8 5 0 5 ملي نيوتن اذا اقسم على الف قسمت على الف ها هي هاي راحت كوساين ثيتا ايش قد الكوساين ها هنا طلاب اكو فد نقطة هنا طبعا هو السؤال هنا لازم يعطيني الكوسان يعني ما بشكل ما اكون نقص معلومه هنا اكون يعطيني اياها فالكوسان ثيتا انا اللي اعرفه انه الزئبق الثيتا ما تشقد زاويه منفرجه اكبر من 90 فخل نفترضها ايش يعني فرض يعني مو صحيحه هي بس خل نفترضها خل نفترضها مثلا 115 على سبيل المثال زاويه منفرجه زين زاويه منفرجه 115 اذا كوساين 115 شوف ايش كم شغله راح تتغير عندنا على الكثافه الوزنيه ايش قايل اللي هو ها الكثافه الوزنيه اللي هي هاي الجاما المن للزئبق ايش منطيني هو منطيني النسبيه النسبيه ايش تساوي تساوي الكثافه النسبيه لاي ماده على الكثافه النسبيه المن غلط هيجي على الكثافه النسبيه للماء ال H2O زين ال اس جي از جيت معطيني اياها 13.6 شو تساوي لي؟ تساوي لي الجاما اللي انا اريدها حتى اخليها هنا بالمقام في ال 9800 هاي 9800 مال ليش؟ مال مي هاي مال مي هسه طرفين بوسطين الجاما مال زئبق هذا ال اتش جي يعني زئبق يصير 13.6 مو صحيح في 9800 اللي هي كثافة الماء الوزنية ها هي انحلت زين بعد شنو عندي القطر ايضا اسوي 2 على 1000 ليش 2 لانه هو 2 ملم حتى حوله الى متر حتى الوحدات تتناسق زين هسه من اجي ادري العمليات الحسابية راح يطلع لي فد رقم ما ادري يعني ايش قد تريدون هسه هم نحسبه حتى نشوف انا هنا عندي حاسبه يعني هنا يصير 4 في هذا كسر هنا 4 8 5.05 العفو تقسيم الف بعدين في كوساين اللي خلنا يعني يفترض يطلع بالسالب نعم 13.6 في 9800 في 2 على 1000 هنا الناتج قد راح يطلع لنا راح يطلع لنا بالضبط بالحاسب حسبته الثاني راح يطلع لنا لحظة خليني امسح هاي راح يطلع لنا سالب 0 بوينت انتبه هنا 0 0 0 3 شنو؟ هذا هسه الوحدات مالته متر. ليش؟ انه هنا عندي كله متر انا استخدمت، هذا المعامل الشد السطحي هذا ملي نيوتن على المتر، القطر استخدمته بالمتر، فنريد احوله سنتيمتر بس اضربه في 100 ايش قد راح يصير عند؟ نعم احسنت، راح يصير سالب 0.03 سنتيمتر. يعني تقريبا 3% من السنتيمتر فهذا ارتفاع جدا قليل راح ينخفض السائل علامة سالبة يعني راح ينخفض الزئبق في داخل الأنبوب فهسه طلاب لهنا صار الأمور صارت واضحة أمامكم عرفتوا أنه إيش وقت مثلا أستخدم الكثافة النسبية إيش وقت أستخدم الكثافة الكتلية أضربها في تعجيل مثلا إذا كثافة كتلية إذا نسبية أنطاني نسبية أضربها في كثافة الماء يعني هنا مطين نسبية بيش أضربها
في كثافة الماء ال H2O. كثافة الماء مو الألف الكتلية، لا، إذا أنا شريد أريد الوزنية فأضربها في 9800. ما صار واضح هسه؟ هنا أكو سؤال، أكو استفسار.